جميل أيضا كابتن أبا بكر في مباراة أخرى أيضا القادسية تعادل مع أبها بهدف لكل، وأيضا هذه النتيجة كبا الوحدة هبطت بالقادسية من دور المحترفين السعودي. نتمنى أيضا لهذا الفريق الكبير التوفيق في الموسم القادم أو المواسم القادمة حتى يعود أيضا لوضعه الطبيعي في دور المحترفين. نعم، القادسية الغريب في الأمر كان ماشي كويس، يعني في وسط البطولة مستواه كان في تصاعد شوية، في الآخر بدأ يخرج عليه مشاكل، وبدأ حتى في اللعيبة تحس في زي في مشاكل داخلية، حتى أنا حاضر في مباراة المدرب طرد، يعني في بعض التوترات ما أدري إيش الحاصل عندهم في الداخل. نعم. وأبها فريق برضه يعني فريق مجتهد ومكابر، يعني ما قدم مستوى برضه جميل، لكن هم الاثنين يعني مستوى اصلا كانت قريب بعض، فهبوط الغادسية يعني شيء طبيعي. نعم. حسب المستوى المتردية في الاخر، ونتمنى له التوفيق العام القادم. جميل. كابتن مدثر ايضا في مباراه اخرى الرائد تعادل مع الفتح بهدفين لكل، وهذا التعادل المثير ضمن البقاء للرائد في دور المحترفين. نعم صحيح، بكل امانه الرائد والفتح الفريقين ترتيبهم ما يلغ بالمستويات، ما يشبه المستويات اللي قاعدين يقدموها. نعم. الاستقرار الفني اللي عايشه الفريقين، يتكلم عن مدرب الرائد بسلي كاسي ومدرب الفتح يعني بيريرا، قدموا مستويات واداء جميل جدا خاصه الفرق الكبيره، لكن الترتيب العام ما بيعكس حقيقه المستويات اللي قدموها. نتمنى انه يجتهدوا في معالجه المشاكل اللي ادت لانه ترتيبهم ما يكون كويس، وفي الموسم الجاي يقدموا الافضل ان شاء الله. جميل.